فعلا النادي الاهلي عنده ارتباطات في منتهى الاهميه خلال الفتره اللي جايه سواء على الصعيد المحلي او القاري. هنبتدي يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله مشوار دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا امام نادي المريخ السوداني، مباراه ما فيش شك ان هي هتكون في منتهى الاهميه. الحقيقه يعني خلال مشوار النادي الاهلي في الفتره اللي جايه هو بيسعى جاهدا نحو اضافه المزيد من البطولات للنادي في عهد الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وطبعا كل اعضاء مجلس الاداره والجهاز الفني بقياده بيتسو موسيماني اللي دايما بيحفز كل اللعيبه بشكل مستمر وبيعقد جلسات مكثفه معاهم من اجل تحضيرهم للمباريات القادمه. النهارده بقى الفريق هيستأنف تدريباته على ملعب التتش ده استعدادا زي ما قلنا لمواجهة المريخ السوداني الثلاثاء المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بدوره المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. كمان الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق أعلن غياب علي معلول لاعب الفريق لمدة هنا أسبوعين بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، أكيد بنقول له يعني يرجع بألف سلامة ومطمن أكيد حضراتكم برضه، هو بس هيكون غايب أسبوعين تحديدا.